السلام عليكم إخواني أخواتي، رمضان كريم، صحة والسلامة كل ما تمنوا يا ربي. مرحبا وألف مرحبا بك معنا في قناة عباد مباري، قناة ديالنا اللي فيها فيديوهات من جميع أنواع من كل فن طرف. اليوم كندويو على واحد الموضوع اللي بزاف كيبغي يلقى ليه الحل ولكن ما كيلقاش، اللي هو كنتوصل بزاف ديال الأسئلة كيفاش نزيد متابعين حقيقيين الانستغرام ويبقاو عندي ما ينقصوش، حيت كاين بزاف ديال التطبيقات كتزيد حتى 1000 متابع دقيقه ولكن كنظن نص ساعه كنقصوا. وكيفاش انه خمس متابعين اداره انستغرام ما تخش انذار او حظر. تطبيق سهل 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 عن طريق التجربه درتو خدم معايا وحبيت اشاركه معكم. المهم بلا ما نطول عليكم، بقاو معايا ما تشوفين نشوف طريقة. وإخوان أخواتي نبدأ على بركة الله. أول شيء تقوم به هو أنك تقدر تروح على هذا الطابوني وتفعيل زر الجرس باش تكون معايا هذا العباد مباري. دونك إخوان أخواتي نبدأ على بركة الله. التطبيق هو هذا، التطبيق إخوان أخواتي شنو فيه؟ فيه سواء زيد متابعين على تيك توك أو على انستغرام. حنا حاليا كيهمنا الانستغرام، دونك غادي ندور الانستغرام. هنا غتجي حنا ما حنا حتى حاليا ما عندناش حساب هنايا، غتسجل عادي تبارك الله القاعدة ديال العيبة ديال عيشة واخا ليها. حنا غدير أي يوزر نيم شفت تسمية اللي باغي مود باس ونعاود الباسورد ديالي. بما أنني أنا ديجا مسجل غنجي هنايا غندير التسمية ديالي أنايا عادي، تسمية أنا درتها باش ندير الباسورد ديالي. هانتوما اخوان اخواتي، دابا انا حاليا دخلت لابليكاسيون. قبل ما نبدا الخدمه عندي واحد القضيه، انك غاتشي الانستغرام ديالك ياك، حاول ان تخلي حساب اصلي ديالك تخليه هو هذاك، حساب اصلي خليه هو هذاك، سير خدم شي حساب اخر. انا مثلا غنخدم مثلا بهذا، مثلا غندير ياك خدم بهذا. دابا غنمشيو للتطبيق غنبداو. هانتوما اخواني خدمة سهلة سهلة سهلة. مثلا دابا انا غنبدا نجمع النقاط، لايك 100 نقطة، فولو 15 نقطة، نديرو فولو مثلا، غندير فولو سهل يطلع لي انستغرام. غنجي هنا برك على انستغرام، غندير صابوني وغنرجع لابليكاسيون. هانتوما اخوان شوفو هانتوما عندنا امتحان هنايا 156، غنورك على هادي. هانتوما تحولنا 170. دابا غنمشي مثلا ندير لايك، دابا مثلا لايك غنورك على هادي. غنمشي لانستغرام، سهلة سهلة جدا رائعة. غدير لايك رجع لابليكاسيون، شوف هانتوما شحال عندي هنايا، شو ياك هانتا غندير هادي تحولنا. دابا تمشي نمشي نفولو ورك مشاني هنايا، شوف الانستغرام ابوني، رجع لابليكاسيون شحال عندي هنايا، شوف هانتوما شوف نورك شحال ولا، شوف مشي لايك عاوتاني، مرة لايك مرة فولو، بس التطبيق ميتبلوكاش. هانتوما اخوان اخواتي لايك، رجع لابليكاسيون شوف شحال عندنا، شوف هانتوما شوف هاي شحال عندي، شوف هانتوما غنروح دابا هنايا تحولنا 502 اخوان اخواتي. طريقة سهلة سهلة جدا. دابا انا غنوريكم كيفاش هاد النقط غنحولهم متابعين الحساب ديالي. غنجي هاد ثلاث شرط هما نروح عليهم هنا، غاتشي لهادي بروموت ورك عليها
هنا غتجي واش باغي دير اد بوست واش باغي تجمع لي لايك شي ابليكاسيون ديالك او غدير اليوزر نيم ديالك. حنا غنديروا هاد حنا باغيين متتابعين غدير غندير متتابع ندير ديال الانستغرام ديالي انايا هي عماد و مبارك غتفرج على هادي هنايا يطلعوا لك يقولك واش انت هو هذا واش انت فري ندير اوكي. دابا موراها غنشوفك على ليست هاي حنا باغي لي فولور ندير اوردر فولور هانتوما اخوتي اخواتي شوف شحال هانتا 500 نقطة 20 متتابع 1250 50 متتابع 2500 نقطة 100 يعني خمسة حنا تعادلنا 5000 وجوج ياك 5000 وجوج ياك. قبل ما غندير اوردر غنقول واحد الطريقة أخرى باش نلعب بها النقاط اللي غتجي هنايا الى صيفطتي هاد التطبيق لصحابك في الواتساب تربح 20 نقطة. طريقة سهلة تفرق على شير الواتساب وهانت راضي. دابا قبل ما غندير انايا اوردر رسل المتابعين ديالي غنقول لكم شحال عندي في الانستغرام ديالي شوفوا هانتوما هانتوما شوف الحساب ديالي بحال انا واصل فيه شوفوا هانتوما 7700 شو 7700 دابا غنرجع على الابليكاسيون تطبيق دابا غندير هانتوما شوف هانتوما سهلة 520 غندير اوردر هانتوما هاهما قالوا لي راهم مشاو مزيان واش شوفوا هانتوما 500 من هنا مشات دابا رجع دابا الانستغرام ديالي هانتوما شوفوا معايا 7700 شوف 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 هانتوما هما غادي هما غادي شيهم هما غادي شوف هما غادي كيولي شيهم طريقة سهلة سهلة جدا اخواني اخواتي يعني تقدر يعني تقدر مثلا في دقيقة هانت وصل شي 20 اخواني اخواتي كما شفتوا معنا التطبيق سهل 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 وفي خدمة سهلة نقية بدون مشاكل بدون ورم. دونك اخواني اخواتي اذا الفيديو عجبكم خليوا لايك خليوا شي كومنتار زوين واذا الفيديو وصل 1000 لايك غنجيب واحد التطبيق سهل سهل التطبيق تقدر في نهار نهار توصل 30000 متتابع. مهم اخواني اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو السلام عليكم. We'll be right back.